السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت باش نصايب معكم واحد البانيه ديال الرونجمون على هذا الشكل. هذا يجي بحال هكذا، نتمنى انه يعجبكم. هو راه ساهل، تقدروا نصايبوه دغيا دغيا. المهم تبعوا المراحل حتى الاخر باش نعرفوا كيفاش غادي نصايبوا هذا البانيه. هذا عندنا واحد جوج ديال القطع ديال التوب. القطعه الاولى عندي يوني، وعندنا هاد المزوق هذا. الا بغيتي ديريها كلها لون واحد راه ممكن، بغيتي ديريها كلها مزوقه راه ممكن كما كنقول لكم دائما. وعندي واحد القطعه ديال لاواط، اولا ممكن ديروا البونش اللي عجبكم. بالنسبه لهاد القطعه اللي خديت، هاد المربعه فيها 40 على 40 مربع. هاد الباني هذا صايبته صغير بحال هكا، فيه 35 على 35. كنديرو فيه هاد السريبتات بحال هكدايا، اولا السريبتات ديال الكوزينه، اولا الفيطات، اولا المهم بزاف ديال الحوايج. المهم تحتاج بزاف ديال الحوايج اللي ندير فيهم هكايا هاد الوريضات ديالي باش يبقاو محافظين في عندي هنايا ما يتلفوش. المهم بزاف ديال المكياج، بزاف ديال الحويجات اللي ممكن ديرو فيهم تنفعوا بزاف. هاد لي باني هادو كنخدموهم بزاف ديال الحويجات، ديروهم في الحمام، ديروهم في المطبخ، ديروهم في هذا غرف النوم. المهم بزاف ديال الحويجات تحتاجوا بزاف ديال الحويج كيجيو على هاد الشكل هذا زوينين. المهم كما قلنا كناخذوا جوج قطع فيهم 40 على 40. وعندنا وحده ديال اللواط، كنشدوا التوب ديالنا، كنديروا القطعه الاولى الوجه ديالها عندنا، وكنحطوا فوقها القطعه الاخرى الوجه حتى هي الوجه على الوجه، وكنديروا عليهم فوقهم تحتهم زعما اللواط صافي. وكنشدوهم بواحد الفنيتات على هذا الشكل هذا. غنمشيو للماكينه باش نخيطوهم. المهم كنشدهم بالفنايت كامله دايره بالفنيتات، من بعد كنشدهم بالفنيتات على هذا الشكل، كندوروها هكا كامله. من بعد كنمشيو للماكينه كنخيطو من هنا، كنخليو واحد المسافه قد هكا، وكنخيطو هكذا دايره دايره دايره، وكنحبسو هنايا. يعني هاد البليصه كتبقى محلوله باش نقدروا نقلبو بها، نقلبوا هاد القطعه ديالنا. نتمنى يكون واضح هاد الشيء. المهم كان انا نمشي للماكينه نخيطها ونعاود نرجع عندكم. جينا للماكينه دابا غنحاولوا نخيطوا هاد القطعه هادي على هاد الشكل هذا. نخليو واحد المسافه قد هكا ديال باش نقلبوا هاد القطعه هادي، ونخيطوا الشيء الاخر على هاد الشكل. حنا دايرين كنشدوها كنقلبوها على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل. حنا غاديين بشويه بشويه، نقلبوها كامله. الا بغيتو ديرو البونج مدوبل راه ممكن ديروه مدوبل، باش هكذا كيجيكم داك الباني يكون شويه غليظ. انا غير بغيت نوريكم الطريقه. ممكن انكم ديروا اللواط، ماشي ضروري البونج. الا عندكم اللواط من الاحسن، داك اللواط يكون شويه غليظ، اولا هذاك المطلاسي حتى هو كيجي زوين. المهم على حسب شنو اللي عندكم، شنو اللي متوفر. كتجي بحال هكذا، كنعاودوا الخياطه نقلبوا هذه بحال هكذا. هذه الخياطه كندوزوها على الدوره كامله، نقدروا نديروا جوج خياطات، وحده في الحرف وحده حداها. انا غادي ندوز الخياطه ونعاود نرجع لكم باش ما نسدعكمش الماكينه.
هانتوما لما كان نخيطوها وكنقلبوها كتجي على هذا الشكل هذا مربعه، كنخيطوها من هنا وكنخيطوها من هنا هكا على مثلث بلاتي ندير نقلبها باش تبان لكم، خيطوها من هنا وكنخيطها من هنا وكنخيطوا الجناب كما قلت لكم على واحد هكذايا على الحرف، وكنعاودوا نديروا خياطه اخرى حداها. تقدروا ديروا جوج ديال الخياطات، ديروا ثلاثه على حسب تجيكم الدوره هكايا، جوج خياطات ولا ثلاثه. المهم كتجينا على هذا الشكل هذا بحال هكا، كنشدوا كنطويوها على جوج، كنطويوها على جوج على هذا الشكل. حاولوا اننا نقادوها مزيان باش نعينوا الوسط ديال هاد القطعه، شدوها بفنيته باش ما تفلتش لينا على هذا الشكل. شدوها بفنيته من هنا على هذا الشكل هذا انتم، وكنعبروا كنعبروا 6 سنتيم من هنا ولا نديرو 7 سنتيم من هنا ونديرو 7 سنتيم من هنا على هذا الشكل، 7 سنتيم 7 سنتيم على هذا الشكل هذا، من هذه البلاصه هذه ماشي من البلاصه اللي محلوله، البلاصه اللي لتحت هكذا. نديرو نقيطه هنا ونديرو نقيطه هنا، كنصيلو هاد النقيطات على هذا الشكل بحال هكذا. هاد البلاصه هادي كنخيطوها بالماكينه، كنخيطو من هنا حتى لهنا، كنديرو حتى في الجهه الاخرى بحال هكاك، شدوها بفنيتات على هذا الشكل، سيكونوا هاد القنيتات مقادين، شدوها فنيته كذلك من هنا وكان نعبرو 7 سنتيم كما قلنا من هنا، ماشي من بلاصه اللي محلوله، حنا طاويين الثوب على القطع على جوج، كنجيو لهنا وكنعبرو 7 سنتيم، نديرو نقيطه ونديرو من هنا 7 سنتيم على هذا الشكل، وكنصيلو هاد النقاط هادو ونمشيو للماكينه نخيطوهم. منين كنخيطو هنا وكنخيطو هنا كنديرو نفس الشيء للجهات الاخرين، يعني هنا في هاد البلاصه كذلك غادي ندير نشدو بفنيتات تجينا مقاده، نشدو فنيته من هنا وكنعبرو 7 سنتيم من هنا 7 سنتيم من هنا، كنلاقيو هاد النقاط هادو على هاد الشكل بحال هكا على هاد الشكل، حتى من هنا كذلك كذلك حتى هي 7 سنتيم صافي، وكان نصيلو هاد النقاط هادو، نمشيو للماكينه وغادي نخيطو كتجي على هاد الشكل بحال هكا، نخيطو هاد البلايص اللي علمنا، علمنا هنا وعلمنا هنا وهنا وهنا، أربعة ديال البليصات باش هكذا منين كان نخيطوها راه كنقلبوها على الجهة الأخرى بحال هاد الشكل هذا، كتكون على هاد الشكل منين كنخيطو هاد القنيتات هادو كيما هكا
كتولي هكذايا على هذا الشكل صافي. كنقلبوها هذيك الساعه بحال هكذا وكتخرج لينا على هذا الشكل هذا. وهاد القنيتات هادو هما اللي كيجيونا بحال هكا. المهم انا غادي نمشي نخيطها ونعاود نرجع عندكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال هاد القطعة هادي. لما كنخيطوها من هاد الشوي هادو كما قلت لكم خيطوا هاد الجهة وهادي وهادو كتجي على هاد الشكل هذا، كتكون على هاد الشكل هذا. من بعد يا اما كتخليوها هكا على هاد الوجه، يعني الايني من الفوق والمزوق هو اللي من الداخل، وكديروا ليها هاد سميتهم ديال هاد اللي خيطنا كديروا لهم بحال هكذا، تشدوهم بخياطه كاين جوج ديال الطرق على هاد الشكل بحال هكذا. نشوف على هاد الشكل هذا نشوف الوسط ديال هاد الوسط ديال هادي كنحطوه هنايا وكندوزو الخياطه غير بيدينا. ممكن تشدو غير القنيتات بحال هكا، ممكن تشدو غير هاد القنيت مع هاد القنيت على هاد الشكل وكتجيو لهادو وكتنيوهم على هاد الشكل هذا. هذه الطريقه الاولى، والطريقه الثانيه هي اللي درنا في الموديل اللي وريتكم في الاول على هاد الشكل. بحال هكا تيجي على هاد الشكل هذا بحال هكا. انا راني خيطت بالابيض غير باش تبان لكم الخياطه، باش هكذا تعرفوا منين دوزت الخيط، لان الا درت اللون في اللون راه ما غاديش يبان لكم. المهم انا درت هاد اللون الابيض غير باش يبان لكم كيفاش كنخيطوها وصافي. تجي على هاد الشكل وكنزينوها بالوريضات، نزينوها بالوريضات كما بغينا، يا اما هادو يا اما هاد البويض بحال هكذا كيجيو زوينين. اولا كنديروا لها كما درنا الشكل الاول، المهم انتوما وشنو اللي غادي يعجبكم الموديل اللي غادي اللي غيريحكم. كنقلبوها على هذا الشكل هذا، نخرجوا هاد الرويصات هادو بحال هكذا بحال هكذا، كتجي على هذا الشكل وكنجيو لهنا وكنطبيوها على هذا الشكل هذا بحال هكذا. المهم الشكل اللي غيعجبكم غادي ديروه، الموديل اللي عجبكم غادي ديروه. هذا راه الباني الاول، مازال غندير معكم بزاف ديال الباني لي باني ديال لي غونجمون، كاينين اشكال كثيره غادي نوريهم لكم ان شاء الله. غير ما تنساوش انكم تتابعوني، وهادو راه ممكن تخليهم هكذا كما خليت انا ديالي، وممكن انكم ديروا لها بحال هكا وديروا غريزات، يعني تشدوها بغريزه هانتوما البنات، هادي تقدروا ديروا لها بحال هكذا تشدوها بغريزه من هنا ومن هنا على هذا الشكل، تخيطوها على هذا الشكل هذا وتجيكم على هذا الشكل. هانتوما وشنو الفكره اللي عندكم، انا كنوريكم لا باز ديال هاد لي موديل، وانتوما والابداع ديالكم والافكار ديالكم على هذا الشكل هذا. انا كما قلت لكم كيعجبوني هاد الاعمال اليدويه، علاش؟ لان قدر اي واحد يبدع فيهم كما بغى، كيجيو على هاد الشكل. وديك الساعه راه حنا كنديروا لهم
هاد الوريضات بحال هكذا باش كيجي الفينيسيون مزيان. صافي، هذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى انه ينال اعجابكم وتقدروا انكم تطبقوه في بيوتكم وتزينوا به الغرف ديالكم او الحمامات ديالكم، المهم الصالونات حتى هما ممكن ديروا التوب اخر من غير هذا التوب، هذا شي توب اللي يكون ديال الصالون اللي يجيكم مع الصالون ديالكم. هكذا كديروا شي موديل اللي هو ما متداولش بزاف وكيكون يعني في بيت واحد. نتمنى هاد الدرس يعجبكم اليوم، وما تنساوش انكم تدعموني وتشجعوني وتبارطاجيو هاد القناه الى عجبتكم مع احبابكم وصحابكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتنتمنى من قلبي كل اللي كيتفرج في هاد القناه هذا واللي كتعجبو انه يبارطاجيها، ونتمنى ان نلقاكم في احسن الاحوال في صحه جيده ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.